ينبوع الحياة. مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا، وبنصلي من كل قلوبنا أن نور المسيح ونور الإنجيل يملأ حياتنا وقلوبنا وبيوتنا. سعيد جدا في هذه الحلقة أن يكون معايا ضيف غالي. حلقتنا النهاردة بعنوان عقيم أم مثمر، وضيفنا النهاردة ضيف غالي جدا جدا على المشاهدين وعليا، خادم الرب الجميل اللي دايما سبب بركة الكثيرين، أخونا أرمية وديع. أهلا بك يا أرمية. أهلا بك دكتور زكريا، وأهلا بكل المشاهدين في كل مكان، وشكرا ليك لأنك قدرت تكون معنا في الحلقة دي. ده شرف من الرب. اسمحوا لي أحبائي المشاهدين نقرأ بعض الآيات من كلمة الله. نقرأ معا من سفر التكوين وأصحاح 14 أصحاح 15 سفر التكوين أصحاح 15 وعدد 2. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فقال إبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي؟ هقرأ مرتين الآية. فقال إبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي؟ ثم نفس سفر التكوين أصحاح 41 وعدد 52: ودعا اسم الثاني، بيتكلم عن يوسف، ودعا اسم الثاني إفرايم قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مزلتي. نقرأ تاني: ودعا اسم الثاني، ابنه الثاني يعني إفرايم، قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مزلتي. أخيرا الكلام العظيم اللي قاله الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا وأصحاح 15 وعدد 4: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أمين. اسمحوا لي مرة تاني أرحب بضيف الغالي خادم الرب أخونا أرمية وديع جندي. أهلا بك يا أرمية. أهلا بك دكتور زكريا مرة تاني، وأهلا بكل المشاهدين، ربنا يبارككم كتير. تمام. العنوان يمكن عنوان جديد، يعني في الحلقات اللي فات ما كانش فيه كلام عن هذا الأمر. عقيم أم مثمر؟ لما الرب وضع على قلبك تدينا العنوان ده، إيه اللي حبيت تقول للمشاهدين؟ أحب أقول أنه في بداية حلقتنا وندي فكرة عن الآيتين اللي قرناهم، أن في شخصيتين: الشخصية الأولانية شخصية إبراهيم، والشخصية الثانية شخصية يوسف. الشخصية الأولانية بشوف فيها إبراهيم فيها صرخة، لكن في يوسف بشوف فيه فرحة. في الصرخة بشوف واحد بيصرخ للرب رغم أنه خرج وراء الرب وخد موعد من الرب انك هتكون مثمر. يعني لما الرب دعاه في تكوين 12 قال له: لو خرجت ورايا هدي لك 7 بركات، واداله 7 بركات. في اخر بركه من السبعة بيقول له: انا اجعلك امه عظيمه وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. فاباركك واجعلك بركه وتكون مثمر وهتكون امه عظيمه. لكن لفت الايام ورغم ان الوعد موجود والرب اللي ادى الوعد حي موجود والايمان في قلب ابراهيم موجود، لكن مع طول المده ابراهيم صرخ صرخته وقال له: ماذا تعطيني وانا ماضي عقيم؟ ودي انا بشوف فيها في شخصيه ابراهيم حاجه مهمه جدا الايام دي،
انه ياما ناس كتيره في الايمان وليهم سنين كتيره مع الرب في الايمان، لكن للاسف ما عندهمش الغيره على امور الله. ابراهيم كان بيدور على، بيتكلم عن العقم من جهه الجسد، الناس، ما كانش الجسد، عنده اولاد. ما كانش عنده اولاد. نعم. لكن احنا في حلقتنا النهارده هنتكلم عن العقم من جهه الثمر الروحي، نعم. بنتكلم من جهه روحيه. فواحد بيصرخ صرخه بيقول له ماذا تعطيني وانا ماضي عقيم. والعقم هنا بيكلمنا عن حاجه مهمه جدا، ان ياما مؤمنين وياما ناس ليهم عشرات السنين في الايمان، لكن ما فيش الاحساس والغيره على عمل الله. صحيح. فممكن تلاقيه مش مثمر في بيته، ممكن حياته هو الشخصيه مش مثمره، وممكن كمان الكنيسه اللي حواليه مش شايف فيها ثمر. ودي الحاجه اللي احنا النهارده عايزين نشوفها بطريقه واضحه. فبشوف في ابراهيم صرخة الإحساس بعمل الله، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم؟ يعني كأنه مثال في الوقت ده لشخص بلا ثمر. شخص بلا ثمر. أنا بشوف فيه بصراحة في شخصيته، رغم أنه هو كان بيتكلم بطريقة سلبية، لكن الشيء اللي بلفت نظري فيه في إبراهيم في العبارة دي بس، الإحساس بالمسؤولية، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم. فعنده إحساس بالمسؤولية أن الحياة عدى منها عمر عقيم بلا ثمر. طبعا. ودي اللي احنا بندور عليها النهاردة وبنصلي لأجلها، ان حياتنا كلنا كأفراد كعائلات ككنيسة تكون كنيسة مثمرة. الرب في فكره من بداية التكوين، في سفر التكوين بيقول اثمروا واملأوا الأرض، يعني الثمر ده في فكر الله. صح. ولما اتبنت ونجح الإنسان جسديا، الأرض بيبقى فيها أكتر من 7 مليار بني آدم، تكاثر. يعني التكاثر ده كان إعلان من أمور الله اللي ربنا عايز يعملها في العالم كله، اثمروا. في العهد الجديد لما اتبنت الكنيسة وكان الرب يضم إلى الكنيسة كل يوم، يعني الكنيسة ولادة، وكان عدد التلاميذ يتكاثر، وكان عدد ملتبلاي نفس الكلمة، وكانت الكنائس تبنى وتتكاثر بتعزية الروح القدس. نعم. في أعمال 9 يعني الكنيسة بقت كنائس والعدد بقى أعداد. يعني ده فكر إلهي ربنا بيقدمه من البداية للنهاية، إنه عايز يشوف ثمر. نعم. فدي بشوف إبراهيم صرخة. نعم. لكن بشوف في يوسف، في الكلام اللي قاله يوسف، أن الله جعلني مثمرا في أرض مزلتي. نعم. أنا بتعجبني جدا العبارة دي، رغم أن يوسف يقول عنه الكتاب في تكوين 49 مررته واضطهدته أرباب السهام، لكن ثبت. فيوسف بشوف فيه شخصية الفرحة. يعني إبراهيم فيه صرخة، لكن في يوسف فيه فرحة. إيه الفرحة؟ الفرحة التعويض، أن واحد في يوم من الأيام اتغدر بيه من اخواته واتكره من اخواته في بيت ابوه، مكروه في بيت ابوه. صحيح. ورقم 2 اتغدر بيه لما باعوه، واتكذب على ابوه ان وحش رديء قتله. صحيح. ولما راح في ارض مصر وقع في بيت، يعني بيت صعب جدا، فوتيفار. بيت فوتيفار، ومرات فوتيفار كانت بتحصره بالشر يوميا، وهو شاب صغير 17 سنة. يعني تجربة كانت رهيبة، يعني واحد في سن صعب 17 سنة، غريب، وحيد، عنده حرمان عاطفي فظيع من كل العيلة، مغدور بيه، عنده ظلم، إحساس بالظلم، وعنده إحساس بالفراغ الغير عادي اللي ممكن يقوده للشر. 17 سنة سن المراهقة. ومعروض عليه، يعني معروض عليه الخطية بسهولة جدا. وبالعافية، أنا سيدتك، أنت عبد عندي ولازم تقع. وهو كمان عنده حتة في شخصيته، أنه جميل الصورة حسن المنظر، جذاب. وما كانش الناموس نزل اللي بيقولوا لا تزني، يعني كل الحاجات، عنده الشريعة تحسسه انه لازم تعمل كده وتعمل كده. لصح اللي قبله اخوه زنا، اخوه زنا يهوذا، ده كمان، ده في قبله كمان بكم اصحاح في تكوين 34 اخته دينا، اخته، وخرجت دينا لتنظر وبعده رأوبين وبعد مع مرات ابوه، يعني الدنيا بايظه، يعني جو كله ملبش كده، مليان. صح. بحاجات صعبه جدا جدا، لكن عارف الرب يطلع من يوسف شخصيه تانية خالص. راح السجن ظلم، رغم انه كان محاصر من مرات فوتيفار وكانت تعرض عليه الخطيه، اسكلمت يوسف يوما فيوما. لما ترمى في السجن ترمى ظلم، لكن لما طلع من السجن، يعني كان عنده مبرر، زي ناس كتير تقول لك انا غصب عني عايش في الخطيه، ظروف شغلي، ظروف بيتي، المناخ، ما اعرفش ايه، من يوسف بتلغي ده كله.
ما دي حاجة بتحط قدامنا احنا واحنا بنتكلم النهاردة وبتسمع الناس انه احنا في ناس بتتكلم بتقول اصل احنا ظروفنا صعبة. لا، يوسف النهاردة رغم كل الظروف دي بيقول عبارة واضحة ان الله جعلني مثمرا بالتحديد في ارض مذلتي. نعم، في يعني الصعوبات. الثمر طلع في ارض الصعوبات بطريقة صعبة جدا وكان بطريقة جميلة. فاللي بشوفه في ابراهيم صرخة الاحساس بالعقل. بالعقم وعايز تعويض الرب بعد سن طويل، لكن بشوف في يوسف الفرحة بتاعت التعويضات. يعني هنا صرخة وهنا فرحة. فينا صرخة وهنا فرحة، فرحة التعويضات ان الرب طلع من كل الظروف دي كلام جميل بيقول ان الله جعلني مثمرا في ارض مذلتي، وكمان بيقول لاخواته بعد كده ليس انتم ارسلتموني انا هنا بل الله لاستبقاء حياة. يعني فهم مخطط الله وفاهم الله بيعمل ايه معاه وبعدين في خطوة بركة خطوة. أبوه بعد كده بقى إنه غصن شجر، حضرتك قلت من شوية. هي في بركة أبوه لما هنشوف قدام شوية في تكوين 49 إزاي يوسف مررته واضطهادته أرباب السهام دي أرض المذلة، لكن ثبت وفي وسط الثبات ده بان فيه الثمر اللي احنا هنحكي عنه بعد شوية. فهو المذلة والظروف الصعبة خلقت منه شخصية جميلة وفي نفس الوقت طلعت منه ثمر كتير وحاجة جميلة للزمن. يعني بشوف في الشخصيتين صرخة وفرحة. تمام أحبائي المشاهدين، بعد قليل هنفتح التليفونات وتقدروا تتواصلوا معانا، قول رأيك، قول فكرتك عن العقم الروحي والثمر الروحي، وشاركنا بأفكارك، طلبات صلاة، مشاركاتك كمان. لو لقيت إن التليفون مشغول شوية تقدر تتواصل معانا على الفيسبوك، نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي، الصفحة على الفيسبوك، ابعت لنا برسالة وهنقرأ بنعمة الرب كل الرسائل. طيب إيه بقى، يعني ندخل في الموضوع شوية، إيه أسباب العقم في نظر حضرتك؟ أسباب العقم الروحي. لو حبينا نحلل الموضوع بطريقة واقعية سهلة بحيث ان المستمع هو بيسمع يبقى متابع معانا ويحس ان الكلام بسيط في متناول السمع بتاعه، افكار بسيطة. عندنا اسباب العقم وعدم الاثمار، اول حاجة التربة. التربة جيدة ام حجرية؟ تمام، وده اللي شفناه في مثل الزارع، لما الرب اتكلم في مثل الزارع اتكلم بطريقة واقعية جدا لما بيتكلم عن أربع أنواع: البذرة اللي وقعت على الطريق، اللي وقعت على الأرض المحجرة، اللي وقعت في وسط الشوك، لكن اللي وقعت على أرض جيدة. أنا النهاردة بالتحديد هتكلم عن نوع التربة. فمش ممكن يكون في ثمر واضح في حياتنا إلا ما لازم تكون نوع التربة. يعني دايما الناس بتبص للي بره، صحيح، لكن الأساس هو إيه من جوه؟ ليه الحياة مع الأيام فاضية؟ ليه مع الايام مفيش ثمر؟ وواحد بيسمع وعظ ياما في الكنيسة وعلى التلفزيون، ويمكن بيراقبنا ويشاهدنا على البرامج، ومحصلش أي تغيير إيجابي أو ثمر في حياته. احنا يعني الزمن يا رب إن تكون حلقتنا حضرتك تجاوب على السؤال ده. ده سؤال مهم، ليه أنا بحضر وعظات في الكنيسة، بدخل كتير أحضر وعظ وصلاة وترانيم وخدمات أو على التلفزيون وبلا ثمر؟ ما دي الحاجة اللي نفسي ان المستمع ياخد باله منها. الناس بتبص المشاهدين او المشاهدين نفسي اقول لهم انه الناس بتبص للظاهر من بره، تمام، فالانسان ينظر الى العينين، صحيح، اما الرب لكن فينظر الرب للقلب، ينظر للقلب. صح، فدايما الامور الخفية هي اللي تظهر الامور العلنية. صحيح. فازاي النهاردة اعرف ان الشجرة دي مثمرة؟ انه الاساس بتاعها مظبوط، الاصل بتاعها. في إشعياء 37 وعدد 31 بيقول آية جميلة قوي في القصة دي، بيقول يتأصلون إلى يا أسفل أسفل يا يصنعون ثمرا ثمرا إلى إلى ما فوق. فوق. أنا بحبها الآية دي جدا جدا جدا، قولها لنا تاني. إشعياء 37 وعدد 31 صحيح، بيقول يتأصلون إلى أسفل يصنعون ثمرا إلى فوق، إلى يعني ما كل ما فوق. يكون مفيش حجارة، دي النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها، كل ما تكون في مفيش حجارة، زي اللي هو في مثل اللي هو التينة لما قال أنقب حولها، يعني أشيل الحجارة. ودي هنجي لها بعد شوية برضو، انه الاساس النهاردة الاصل، في اصل في ارتفاع وفي ثمر. تمام، فتوصلون الى اسفل يصنعون ثمر الى ما فوق. فالنوع التربة، نوع التربة ده مهم جدا. ايه الجيدة؟ قال عنها الرب يسمع ويقبل ويفهم ويفهم
وبيتغير بسرعة، وباين في التأثير السريع انه جاب ثمر من 30 ل 60 ل 100. لكن المصيبة الكبيرة اخ زكريا في نوع التربة اللي الرب ركز عليه، انه في مصيبة في ناس كتيرة النهاردة بتسمع كتير، بتفهم كتير، بتسمع قنوات، بتروح نهضات، بتسمع حاجات كتيرة، لكن مفيش تغيير. لو سألتنا النهاردة ايه اللي مخلي الناس النهاردة على قدر الزمن بتاعنا اللي بتسمع فيه في كلمة الله وانتشارها السريع، ان النهاردة مفيش ثمر واضح بطريقة جميلة سريعة، لان نوع التربة بيقول لنا عن انها جيدة ام حجرية. لا، حجرية. نوع الحجارة اللي محجر ده هو اللي تعب ناس كتير. طيب معلش، يعني وصلنا رسالتين على الفيسبوك. حسام ذكري بيقول مساء الخير دكتور زكريا، مساء الخير اخونا ارميه. رجاء الصلاه من اجل الانجاب، لان لينا 8 سنوات، يعني اخدها حرفيه، لينا 8 سنوات والرب لم يريد رجاء محبه صلاه خاصه من اجل الانجاب. ده كان حسام ذكري. كمان في رسالة تاني، معلش أقراها ونكمل كلامنا. بيقول سلام المسيح تكون معكم، أنا من زمان حاب أتواصل معاكم وبعت لك اختبار على أكتر من برنامج. أنا بنت الرب سناء من العابرين، أنا وزوجي وأولادي من الأردن، بسبب اضطهاد تركنا الأردن وهلأ في لبنان. احنا تعرفنا على الرب بعد ما اعطانا طفلين، كل الشكر والمجد لربنا يسوع. احنا بنمر بظروف صعبه كثيره، انا وزوجي مسجون في الامن وبدهم يرحلوا على الاردن وصعب يرجع على الاردن. انا حاسس ان الرب عم يكلمني من خلالكم، صدقني دكتور، ارجو اذكروني في صلاتكم. طبعا هنصلي لاجلك، مش لازم نذكر الاسم. الاخت اللي بعتت جوزها في هم اردنيين قبلوا الرب وعايشين في لبنان، وهي بتعايز صلاة لأجل زوجها أنه يطلع من السجن. أمين، الرب يحسن إليكم، وهنصلي ضروري لأجلكم. وضروري دي هنسمع بعد شوية أن دي سلسلة معاملات الرب بتعامل فيها، ولذا ما سمعنا من شوية أن يوسف أسمر في أرض المزلة في الظروف هي الصعبة. قالت أنه هي بعتت الرسالة حالا، قالت أنه ربنا بيكلمني من خلالكم. أمين. طيب بنت الرب من الغردقة، أهلا بيك يا بنت الرب. ألو ألو، أهلا بيك يا بنت الرب. أهلا، مساء الخير. مساء النور، معايا خادم الرب الأخ أرمية وديعة، اتفضلي. أهلا وسهلا، ربي يبارككم. أهلا بيك. عايز أطلب الصلاة من أجل الإنجاب، لأني في مشكلة عند زوجي وكده صعبة، محتاجة معجزة من عند الرب بجد، يعني تمام، محتاجة فعلا تصلوا لي. تمام، تحب تقول لها حاجة يا أخوي أرمية؟ هقول لها ان الرب بيحبك جدا وسمع طلبتك وصلاتك، واحنا هنصلي معاكي. لكن عايز اقول لك ايه تشجعك كتير قوي، في سفر الجامعه وصح 3 وعدد 11 بيقول ان صنع الكل حسنا في وقته، يعني الرب عنده. والاخت اللي بعتت، سوري مش بقطعك، بس الاخت اللي بعتت كمان على الفيسبوك ليهم 8 سنين بترد عليها بنفس الوضع، ان 8 سنين مش كتيره. والرب بيقول في سفر التكوين عن ساره، وافتقد الرب كما تكلم في الوقت. فدي شيء مهم جدا، حتى لو كان 8 سنين 10 سنين الرب ما عندوش وقت. وساره اتكلم عنها الرب في موضوع الانجاب انها عندها ايمان وحساب، انه بالايمان ساره اخذت قدره على انشاء نسل، إذ حسبت أن الذي وعد صادق. فأنا عايزك تتشجعي أنت وصاحبتك وكل الناس اللي بيسمعونا، وهنصلي لأجلها. تمام، أكيد في نهاية الحلقة وهنصلي. أكيد أنه العنوان عقيم أم مثمر، هو بيثير يعني في الاتجاه ده بالذات. لكن احنا طبعا بكل احترام، وللأسف مجتمعنا الشرقي أحيانا لما زوجة تتأخر في أنها يكون عندها أولاد بيقعدوا يعني يعتبروا انه ده فين وامتى، ويقعدوا يسالوا فيها. وبعض البلاد السوري يعني اللي بظن فيها ثقافه مش مظبوطه بيقولوا لها يوم الغايب. فدي كلها حاجات ثقافات مش صحيحه، ضد اللي حضرتك قلته. حضرتك قلت انه كل وقت لكل شيء تحت السماء وقت، فالناس العظماء اتاخروا في الانجاب في الكتاب، زي سارة وزي الشونامية وزي حنة أم صموئيل وزي رفقة وزي رحيل، يعني العظماء.
وزي الإصابات، شايف كل دول يعني اتأخروا جدا، لكن الرب في توقيته عارف يرد على كل أسئلتهم وعارف تمام. يفتقدهم بافتقاد بطريقة حلوة. تمام، فإحنا هنصلي. نرجع تاني لموضوعنا، كنا بنتكلم عن أسباب عدم الإثمار الروحي، قلت نوع التربة أول حاجة وبعدين جيدة أم حجرية. تمام، فلما نتكلم النهاردة ونشوف أن حجرية النهاردة في ناس كتير بتسمع لكن ما فيش تغيير، والسؤال ده بيدور في أذهان ناس كتير بيسألونا في مؤتمرات ولقاءات، أنا بسمع كتير لكن وبتأثر كتير، زي النوع اللي اتكلم عنه الرب، يسمع ويفرح لكن مفيش ثمر، ملهوش أصل لأنه في حجر تحت. في حجر تحت. إلى ماذا يرمز هذا الحجر؟ الحجر ده بشوف فيه رقم واحد حب الخطيئة، فبيقول أنه الرب بيقول في يوحنا 3 لم يقبلوا أمور الرب لأنه ما كانت أعمالهم شريرة، يعني مش عايز، مش عايزينه خالص، أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فحب الخطيئة، أمنون بيقول لأني أحب ثمار، ففي واحد بيحب الخطيئة متمسك بيها، يحب ثمار هنا للنجاسة، يعني بيحب الأثمار، عايز يزني معاها طبعا، فدي رقم واحد حب الخطيئة. نعم. لكن في ناس تانية وهي بتسمع كلمة الله يقول لك النهاردة الوعظة كانت فضايح فاتفضحت، فمش عايز يجي يسمع الوعظة اليوم التاني، لأنه الناس بتهرب من النور لألا توبخ أعمالهم. بس في ناس العكس، يعني في ناس حتى وهم في الخطية يقول لك أنا هحضر تاني لأن الكلام جه على وجعي، ده اللي عايز يتوب الأرض الجيدة اللي ربنا بيشتغل معاه. صح. لكن الأرض المحجرة، واحد بيحب الخطية، اتنين العيشة الخفية، فواحد عنده خطايا مستترة، لما داود اعترف قال له ومن الخطايا المستترة ابرئني. يعني ايه الخطايا المستترة؟ الخطايا المستترة في واحد عنده حاجات بيعملها في الخفاء، في علاقات في الخفاء، واحد مثلا قدام مراته واضح جدا انه زي الفل، لكن هو خاين، والخيانة هتتفضح في يوم من الايام بعد ايام طبعا، بس هو الفضيحة الداخلية لألا توبخ اعمالهم. وبعدين بيقول ومن الخطايا المستترة. نعم. ففي واحد عايش في الخيانة، في واحد عايش في السرقة، تمام، في واحد بيحب يسرق وبيحب يكسب فلوس بأساليب الغلط، فمش عايز يتوب. طب دي التربة، بس هنخش على رقم ثلاثة بسرعة، التوبة الوهمية، كل ده في التربة. في التربة، ليه الناس محجرة النهاردة مش عايزة تتوب؟ واحد حب الخطية، ايوه، العيشة الخفية اللي هي من الخطايا المستترة، الخطايا المستترة. تمام. رقم ثلاثة اللي هو خطية جواه ومش راضي، مش عايز يتوب عنها ومخبيها قدام الناس، مش عايز يفضحها. رقم ثلاثة التوبة الوهمية، يعني في ناس حاسة انها بتتوب، بيروح كنيسة، بيصلي، بيصوم، بيدفع، بيعمل وبيقول كلام كويس، لكن بيرجع بعد ما يطلع من الكنيسة تلاقيه بسجارته وبشيشته وبحشيشته زي ما هو، مفيش أي حاجة بتتغير. مع العلم إن السيجارة والحشيشة مش هي بس الخطية، مش هي الخطية، لكن ده صور، صور مختلفة يعني. لكن المصيبة الأكتر القساوة، وده اللي بيخلي القلب يتحجر، بيقول له في روميا 2 من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. فده اللي ربنا بيتكلم فيه النهارده للناس محجره، وده يمكن دي كله على التربه. دي كله على التربه. ذكرت اربع حاجات ممكن تعدهم هنا ده. حب الخطيه، ايوه، العيشه الخفيه، ايوه، التوبه الوهميه، تمام، القساوه القلبيه، تمام. ده اللي بيخلي الانسان محجر او مش عايز. المشاهدين تقدروا تواصلوا معانا الان على الارقام اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشه، وكمان تقدروا تراسلونا، مرات كتير بيكون شكوى الى انه التليفونات كلها مشغوله، فبنتاسف لكم. تقدر عن طريق الفيسبوك ترسل لنا صفحه نرى نورا بالعربي او بالانجليزي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بشوف فيها المناخ، يعني في اماكن كتيره الثمر بتاعها بيبوظ بسبب الحر الزياده او البرد الزياده. يقول البلاد اللي فيها تلج ما بيزرعوش في الشتاء خالص، وفي بلاد الحر بيموت حاجات كتيرة جدا. تمام. فالمناخ، واحنا النهاردة لما بنتكلم عن المناخ بنشوف فيه العلاقات الشخصية، يعني ممكن واحد زي إبراهيم في يوم من الأيام مشي مع قريبه لوط، لكن حس إن لوط هياخده في اتجاهات عالمية، فجي في يوم من الأيام قال له لو سمحت اعتزل عني. واحنا النهاردة لما بنحكي مع الشباب خصوصا في الشباب بنحس ان موضوع العلاقات ده شيء صعب جدا، ومش بنتكلم عن علاقة بنت وولد بس،
حتى ولد بولد أو بنت ببنت، أي نوع من العلاقات ممكن يأثر على الواحد، وده المناخ، لأن ده اللي بيخلي شباب كتير النهاردة ينحرف. وفي الكنيسة أكتر حاجة بنشوفها النهاردة إن الأطفال موجودين والشيوخ موجودين، لكن الشباب راحوا فين؟ مش يعني في بعض في الحتت، بعض الأماكن. يعني صدقني في بعض الأماكن حتى في القرى والعزب نسبة الشباب اللي حاضرين كنيسة 70%. أول امبارح أنا كنت في مكان يشيل 200، كان في حوالي 140 شاب أقل من 19 سنة حضروا وأخ عدهم، يعني أكتر من 60% حاضرين شباب صغير. ففي ناس من الشباب أشكر الله، يعني مش كل الشباب، مش كل الشباب، بس بنتكلم بلغة جنرال النهاردة، إن نسبة الشباب نسبة ضايعة كتيرة انا جدا. بقول كده لانه يعني في موجه طلعت من كام سنه ان الشباب المصري بعد عن كلمه الله المسيحي، الشباب المسيحي المصري ما عادش يحب الكتاب المقدس، ما عادش يحضر الكنيسه، مش عارف ايه. بصراحه انا شايف غير كده، فده قصدي يعني بالكلام. هو في اتجاهين، نعم في ناس انحرفت وفي ناس جاية النهاردة بطريقة تلقائية. نعم فإحنا شايفين النهاردة الأرض الجيدة والأرض المحجرة. بنرجع مرة تانية ونشوف المناخ. تمام من أكتر الحاجات اللي بتسيطر على الثمر المناخ. المناخ ده بيحكي حاجة مهمة جدا اسمها العلاقات. في العلاقات دي بيقول الكتاب عنها في سفر الأمثال: المساير الحكماء يصير يصير حر، حكيما ورفيق الجهال يضر. يضر. فالنهاردة ضرر كتير جاي على الناس النهاردة من خلال المناخ، المناخ، العلاقات. ولو انت فتحت لي مثلا سكة بكلام بسيط قوي اقدر اقول للشباب قول ازاي النهاردة العلاقات بتأثر. واحد مثلا زي ما بيذكر الكتاب عن المجنون في كورة الجدريين، يقول عنه لفظ في لوقا 8، في انجيل لوقا صح 8: وكان يساق في البراري. يساق يبقى بلا شخصية، بلا إرادة. نعم ولما النهارده واحد من الشباب يحس بلا إرادة وضعيف قدام الإرادة، فسمكة ماشية مع طيار التيار كان لأنها ميتة، ميتة، فيساق وراها في شخص مؤثر عليه أو في مجموعة مؤثرة عليه. التأثير ده بيتعلم منهم عادات وشهوات وعلاقات وحاجات هو ما كانش يعرفها. بعديها وفجأة إنه سقط في ذات الفعل في أمور كتيرة. بعدها بنفاجئ ان السقوط ده بيجيب نتائج من اصعب ما يكون، اللي هي الادمان او القتل او الانتحار او الهروب او الاعتداءات اللي بنشوفها النهارده او التحرشات او كل الحاجات دي تمام. اللي هي جايه. وصلتني رسالتين كمان على الفيسبوك من هنا سامح، بتقول مساء الخير لضيفك وليك، محتاجة الصلاة من أجل الأسرة. وماجدة مالتي بتقول أرجو الصلاة من أجل أولادي للبركة ولكي يعرفوا المسيح. آمين. وإحنا هنصلي لأجل كل الطلبات دي قبل نهاية الحلقة إن شاء الله. آمين. دي برضو حاجة بتورينا المناخ النهاردة، المناخ في بيوت مليانة في حاجات صعبة. رقم 3 عشان الوقت، مهمة جدا المية. احنا اتكلمنا عن التربة وقلت فيها 4 حاجات، ايوه، واتكلمنا عن المناخ وركزت على العلاقات الضارة اللي بتمنع الثمر، ثم المية. المية. اتفضل. المية والأفراح الروحية. المية مركزة جدا في كلمة الله، مشار إليها في كلمة الله، رمز لكلمة الله والأفراح الروح القدس. دي المية. إيه اللي بيخلي النهاردة مفيش ثمر؟ اللي مفيش ثمر النهاردة بسبب إن المية مقطوعة. طيب معلش بس علشان الناس اللي على التليفونات، يعني متأسف اني بقطعك، مش قصدي، بس ولا يهمك. معانا ابو كراس من المنيا. اهلا بيك ابو كراس. ام كراس، الو. اهلا اهلا بيك يا ام كراس، اهلا بحضرتك. الاخ زكريا معايا؟ ايوه مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا اخ زكريا، عامل ايه؟ انا كويس، وعندي ضيفي خادم الرب الاخ ارميه. وازاي الاخ ارميه، عامل ايه؟ نشكر الرب كلنا بخير، اهلا بيك. عندي طلب الصلاه يا دكتور زكريا. طبعا اتفضلي. عندي كراس مولود من سنة ونص ورجلي مش بتتحرك. مش هو مش بيتحرك؟ رجلي مش بتتحرك كراس، عندي سنة ونص. طيب. عمل 3 عمليات وعندي مشاكل كتيرة ورجلي لسه ما زالت ما فيش حركة. طيب نوعدك يا أم كراس هنصلي لأجله، وبنعمة الرب يسوع الرب يشفيه ويقدر يا رب.
وارجو ان لما يخف برضو تطمنينا في الحلقات، عشان انت هتحبي انا تقولي مدير حاجه. البرشا يا دكتور زكريا، على فكرة نعم، مدير البرشا. اهلا بيك، اتفضل الكلام. ام كراس، احنا بنثق في انتظارنا للرب، انه ومكتوب آية بتشجعنا كلنا، وكل من لمسهم يسوع نال الشفا. فاحنا بنثق ان في لمسات الرب، حتى وان كنا اباء وامهات بنتعب من حوالينا واحنا بنشوف اولادنا بتتعب، لكن احنا عارفين ان مفيش حاجة بيعملها الرب صدفة، لكن من خلالها الرب بيوصلنا لامور حقيقة حلوة، مخلوقين لاعمال صالحة. فما تخافيش، وهنصلي لك بنعمة الرب. امين. وجاتنا طب صلاة كمان عن طريق تليفون على الكنترول روم، بنت الرب من نجا حمادي بتصلي لاجل ان الرب يحرر البيت من ارواح شريرة. كمان عندنا الاسيس ميلاد وصفي نعيم بعت رسالة، عمل عنوان وعظة لحلقتنا، كأنه بيقول الإثمار أو الحريق بالنار، وجايب الآية: والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. ده طبعا شكرا لأجل تشجيعك والحاجات عنوان الجميلة. جميل. طبعا ممكن نرجع للكلام. تمام. رقم ثلاثة بنشوف انه في العقم والثمر، ان في اراضي كتيره مثلا النهارده صحراويه ابتدى يشتغلوا فيها عشان يزرعوا فيها، يقول لك المشكله توصيل الميه للحته دي، فهي ارض هيشتغلوا فيها بس عايزين لها ميه، فالارض مهمه زي جدا في منطقه الاسمار. توشكا والمناطق الجديده شرق التفريعه والحاجات، فكله عايز ميه. النهارده عشان يكون في ثمر ومفيش عقم لازم يكون في ميه، المشكله ان الميه مقطوعه عند ناس كتير وعايشين في حالة جفاف. ده المياه مقطوعة، اليوم اللي المياه مقطوعة فيه بتبقى يوم صعب جدا. واحنا شفنا في الأيام اللي فاتت لما النور يقطع يعني ايه، والمياه تقطع يعني طب ايه. طب ايه روحيا يعني ايه المياه مقطوعة؟ المياه مقطوعة يعني ما فيش صلاة، ما فيش كتاب، ما فيش كنيسة، ما فيش قناة بسمعها، ما فيش كلمة الله، ما فيش حضور، ما مش عمل الروح القدس، فيش عمل الروح القدس في حياتي، كما ينزل المطر والثلج هكذا تكون كلمة. ففي جفاف بطريقة صعبة جدا جدا. يعني أرجو أنه أي مشاهد المياه مقطوعة روحيا عنده يصلي يعني ويقول له يا رب، يصلي ويتصل بينا بسرعة. والرب عشان قال تجري من بطنه أنهار ماء حي. بنت الرب من القاهرة، أهلا بيكي. سوري قطعت التليفون، اتفضل. أبو مهند من الأردن، أهلا بيك يا أبو مهند. معلش أبو مهند، حاول تسمعني من التليفون مش من التلفزيون. طيب برضو في مشكلة في الخط النهاردة، معلش. الجفاف شيء صعب جدا، فلما يجي واحد حس بالجفاف اسمه داود، وده بيفتح سكة للناس ليه أنا عايش في جفاف. في مزمور 32 عدد 3 بيقول: لما سكت بلت عظامي من زفير اليوم كله، تحولت رطوبة الأفراح إلى يبوسة القيز. إلى يبوسة القيز. نعم. فواحد حاسس بالجفاف الرهيب جدا، بنسأله سؤال: يا داود ليه بتقول كده؟ قال: أصل أنا مدكن على خطايا في الزنا وفي القتل من جوه، وفي خطايا من جوه مش قادر أطلع منها، وصلت إلى حالة الجفاف. لكن هنا معلش سوري ناخد أبو مهند، بس متأسف جدا يعني ما تزعلش، لا يعني آسف بقطعك علشان هو بس متكلم دولي. فاتفضل يا أبو مهند. الو، اهلا بيك يا ابو مهند. ايوه انا سامعك. الو، ايوه الدكتور زكريا الطارق. ايوه سامعين حضرتك، اتفضل. يا اخي ابو مهند، في تليفون ويتنج عندك، حاول تدوس عليه تفصله عشان تكلمنا، اتفضل. انا مش قادر اسمع يا ابو مهند عشان في تليفون تاني عندك عامل ويتنج انت. ف الو،
معلش يعني عندنا بعض الرسائل على الفيسبوك. انا قريت هنا سامح، هي حنا سامح مش هنا، انا متأسف جدا يعني انا بقراها بالحروف. كمان معين ويليام بيقول كيف السمر وسط الشكوك والمحاربات، سؤال محترم يعني حلو جدا من معين ويليام. بهاء كامل صلاة من اجل الانجاب. سوزي اسيوط، دي بعض الرسائل اللي جاتني على الفيسبوك، ومتأسفين جدا الظاهر خطوط النهارده مش افضل حاجه معانا. ام رامي كمان بعتت بتقول انا وما كملتش. اتفضل. فلما نيجي نتكلم عن داوود في الجفاف، لكن بالعكس يوسف لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، تحولت رطوبتي الى يابوسة القيس. فواحد حاسس بالجفاف بسبب ان في خطيه مصر عليها ومخفيها، وبالتالي عايش في جفاف. لكن تعالوا نبص على الوجه المضيء في الميه. يوسف اللي بنتكلم عنه، الله جعلنا مسمرا، في تكوين 49 وعدد 22 بيقول يوسف غصن شجرة مسمرة على عين. نعم. فده المية، العين هنا عين مية، فغصن شجرة مسمرة، لكن الغصن به أغصان، أغصان قد ارتفعت فوق حائط. فالغصن به أغصان مسمرة وثابتة رغم كل الظروف. نعم. واللي بعت السؤال النهاردة إزاي أكون مسمر في وسط الظروف، بيتكلم على إن الظروف كيف أثمر وسط الشكوك والمحاربات، ده معين ويليام. ففي محاربات كتيرة بتيجي على الإنسان، الشكوك لأنه شايف إن الرب النهارده واضح بالنسبة له، إبليس شايف إن هو مخلص وعايز يكبر في الإيمان ويبقى مثمر، فبيحط له تحديات قدامه عشان يعطله، لكن يوسف ثبت بمتانة القوس. تمام، معلش أنا متأسف يعني لازم غصب عني. بنت الرب من أمريكا، أهلا بيك يا بنت الرب. الو، مساء الخير. مساء النور. لو سمحت، انا كنت طالبه صلاه من اجل بيتي ومن اجل جوزي وبنتي. تمام. انا كده شويه مع جوزي كتير جدا، واصلين لعنف جامد جدا في البيت، مش تفاهم. طبعا احنا في غربه هنا في البلد، وكمان غربه جوزي، وبعدين البنت دلوقتي بقت أذية جدا. ممكن تعلي صوتك يا بنت الرب؟ سنة علي صوتك بس سنة واحدة. حاضر. ده كويس كده، حلو جدا، اتفضلي. فأنا بصراحة يعني ده أذية حل جدا من كتر العنف، والبوليس جه البيت مرتين ثلاثة نتيجة العنف اللي هو بيعمله ده. وآخر مرة البوليس لما جه حاجة قال إن هو ممكن أخد اسم البنت، وإن هو ممكن ياخدها المرة الجاية لو جه تاني في شكوى أو أي حاجة ده هيعمله. فبصراحة يعني هو ضغط عليا جامد جدا، في عنف جامد في البيت، وأنا مش عارفة أعمل إيه. هل أنا أرجع مصر تاني أخد بنتي وأرجع مصر؟ هو البنت مع الجنسية وهو مع الجنسية، لكن أنا لأ لسه. تمام. احنا بصي، أنا مش عارفة أتجنب ألفاظه، ألفاظه بقت وحشة جدا. طيب. عشان مش لاقي حد هنا بيوقفوا عند حده، سيء فيها جدا، الألفاظ بتاعته مش كويسة خالص. تمام، بصي يا بنت الرب، أنت واحدة من عشرات الحالات أو مئات اللي أنا بسمعها، سواء لما بنزور أمريكا أو بالتليفون. بس أنا عايز أسألك سؤال. طبعا إحنا عندنا الصلاة، لأن مش هقدر أقول لك سيبي بيتك وتعالي، لكن هنقدر نصلي معاك. أنا عايز أسألك سؤال قدام الرب وعلى الهوى، هل أنت فعلا ليك علاقة حقيقية مع المسيح علشان تبقي بركة لبيتك؟ أنا يعني بيني وبين ربنا بيسوع المسيح علاقة يعني أبط أنتو، يعني علاقة إن أنا ممكن أقعد أصلي، إن أنا ليا كلام مع ربنا، بحب كمان أتكلم معاه وأصلي، فحطها في كل شيء يعني تمام. قبل أي حاجة. طب معلش اخونا ارميه هيصلي معاك، صلي معاه علشان هذا البيت، وربنا يرشدها تعمل ايه في الغربه. قالت تعبير غربه في انها في امريكا، وغربه جوه البيت لان في خلافات بينها وبين زوجها وبين زوجها وبنته. انا عايز اقول لك بسرعه قبل ما نصلي، انه بلاش تسرعي في اتخاذ قرار، ما تسيبيش البيت وترجعي، والكتاب بيقول انتظر الرب واصبر له.
فاحنا منتظرين ان الرب يعمل حاجه. لكن زي ما قال لك الدكتور زكريا، ممكن يكون الرب حاطك في المناخ ده والمناخ الظروف والضغوط دي عشان يجيب قلبك ويغيرك وتكوني سبب بركه للبيت. واحنا شفنا ناس اثروا، وفي اخوات كتيره بسبب حياتهم اثروا في بيوتهم بطريقه جميله. هنصلي لها في صلاه سريعه. يا رب يا سامع الصلاه اللي بإليك بيأتي كل البشر، احنا بنصلي لأجل أمتك اللي في ضغوط صعبة جدا يا رب. وبنصلي لأجل كل الطلبات اللي اتحطت قدامك من متألمين متضايقين، لأجل أحوالهم، لأجل طلباتهم، لأجل انتظارهم للإنجاب. يا رب شعبك يا رب بيطلبك النهاردة ومتألم في أمور كتيرة، لكن واثقين فيك يا رب إنك إله حي تسمع الصلاة وتستجيب. في انتظارك يا رب أوصل لعبيدك وشجعهم. آمين. كمان معنا بنت الرب من القاهرة. أهلا بيك يا بنت الرب. ألو. ألو. أهلا بحضرتك، تفضلي. أنا دكتور بكرية، ازي حضرتك؟ الله يخليك. أنا ليه سؤال وتلبية صلاة. تمام. أنا هقول صلاة. أنا زي الأخت اللي لسه متكلمة من دلوقتي، شكوتي طبعه وشش جدا وعايشة متعذبة، وحتى لما بروح عند أهلي برضه ببقى تعبانة. طبعا. فمفيش راحة خالص، فمش عارفة أعمل إيه. تمام. ومحتاجة لكم تصلوا لي جامد إن هو ربنا يهديه ويرفع ربنا عني التجربة شوية. وليا سؤال بقى، إزاي أعرف إن أنا ماشية مع ربنا؟ أنا حاسة إن أنا في توها. ده سؤال محترم، احنا هنصلي لاجل بيتك حالا، لكن السؤال ده مهم جدا وممكن يكون محوري. ازاي اعرف ان انا رجعت لربنا؟ اني انا يعني حضرتك قلت تعبير، انا حاسه فتوها وان انا تعبانه. قربي اكتر وصدقي ان هو دايما لصفك، اطلبيه واحكي معاه. لاني قلت تعبير مخلصه جدا، اني قلتي اني حتى وانا في بيتي او انا في بيت ابويا لما بتسيب بيتها بتتعب. تحب تصلي معايا يا بنت الرب؟ يا ريت. طب صلي ورايا من قلبك لو الكلام ده يعنيك. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا تعبانه وبشعر بتوها، انا تعبانه وبشعر بتوها، انا واثقه فيك انك انت النور الحقيقي، انا واثقه فيك ان انت النور الحقيقي. تعالى يا رب وامتلك حياتي وقلبي يا رب. تعالى يا رب وامتلك حياتي وقلبي. وكمان امتلك بيتي يا رب. وكمان امتلك بيتي يا رب. غير جوزي علشان كل البيت يكون في سلام. غير جوزي عشان البيت كله يكون في سلام. خليكي معنا. اخويا ارميه ممكن ترفع ايدك وتصلي لاجل بيتها. يا رب احنا بنصلي لاجل بيت امتك يا رب، انه تفتقده في هذا اليوم يا رب، وانك توصل ليهم بمراحم يا رب. بنصلي انه شخصك يتعظم رغم كل الظروف، واثقين فيك يا رب انه مكتوب كان اسم الرب يتعظم. اوصل لامتك وتعالى بيها من التوهان، انت صاحب الوعد ان رجعت الي فلا تتيه. نثق فيك يا رب انك سامع الصلاه. امين امين امين. شكرا جزيلا، وهنصلي لأجلك تاني في نهاية الحلقة. في حد زعلان مني اسمه باسم، باسم صديق، بيقول لي باسم ان انا مش مساء الخير، انا ابن الرب، انا بحبك قوي ابونا زكريا، ارجو من حضرتك انك تهتم بالضيف اكتر من التليفونات علشان نستفيد، وياريت حضرتكم تركزوا على يوسف الصديق لاني انا بحاول اتعلم من شخصيته، كان رجل عظيم، يا ريت تهتم بالرساله وتقراها. طبعا يا باسم صادق، باسم صادق او باسم صديق، احنا بنهتم بالضيف طبعا على راسنا، وهو يشكر انه جه، بس كمان ما اقدرش، المخرج بيقول لي ان في يعني ناس من امريكا او من الاردن بتصل، فبنحاول كمان لو ما رندناش عليهم يحسوا ان احنا متجاهلينهم، فانا يعني بنحط بين دي ودي. وعلى العموم هنتكلم عن يوسف، طبعا كلمه يوسف الصديق لم ترد في الكتاب المقدس، هو يوسف اللي ذكر عنه الصديق في الكتاب هو هابيل بس. احنا بنشكره طبعا، وهو باين عليه مركز قوي. طبعا انت بتشكره عشان بيقول انه اهتم بالضيف. من حقي. بعدين هو كمان عنده اسئله وتلاقي الكلام واصل معاه بسرعه، مش عايز. يوسف اخ باسم، يوسف ده مهم جدا جدا، بيقول عنه كتاب في تكوين 49 وعدد 22، يوسف غصن شجره مثمره على عين فقريب من الميه، فلانه قريب من الميه في ثمر،
الغصن بيه أغصان، والأغصان بدل ما هي في الانحناء بقيت في الارتفاع، وبعدين مش بس مثمرة لكن دي ثابتة رغم كل الظروف. يوسف ده ينطبق عليه الكتاب لما بيقول في مزمور واحد: فيكون كشجرة مغروسة مغروسة. على مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوان، ورقها لا يذبل، كل ما يصنعه ينجح. ينجح. فدي حاجة مهمة جدا كده اسمها باسم المية. هينبسط بيك لأنه طبعا بيحب شخصية يوسف. أنا فرحان بيك أوي يا باسم، وإحنا قلنا دلوقتي 3 حاجات من الحاجات الأساسية للثمر. رقم 1، نوع التربة جيدة أم اللي حجرية؟ عدم الثمر، مشاكل لماذا عدم الثمر؟ آه لا، تربة جيدة أم حجرية؟ وبعدين المناخ، العلاقات الشخصية. رقم 3، المية والأفراح الروحية. تمام. رقم 4، بنشوف فيها النقاوة الداخلية. التربة من تحت، الفلاح لما بيجي عشان يزرع الأرض لازم يقلبها كويس جدا، يحرثها الحرث. يحرثها. فالحرث ده بيورينا إنه قبل ما يرمي البذرة لازم تكون الأرض نظيفة. فالأرض النظيفة دي بنشوف فيها حاجة مهمة جدا لما الكتاب بيتكلم عن النقاوة الداخلية. بيقول إيه؟ بيقول في شعية 5: كان لحبيب كرم على أكمة فخصبة، فلما جه يزرعها في شعية 5 قال: نقى حجارتها. نقى حجارتها يعني إيه؟ يعني في حاجات جوه في الأرض وإحنا بنزرع ممكن تكون صغيرة. طبعا انت عايز تشوف التليفون. انا غصب عني بس ما يزعل، وبعض المشاهدين هيزعلوا، وبعدين وعندي مخرج وعندي كنترول روم بيقول لي بوازن يعني. لكن حلوة نقى حجارتها. فعايزين نركز بس على نقع حجارتها وندخل على تمام التليفون اللي على طول تمام عشان الناس بس ما تقطعش تمام الارسال. فهي ممكن وهو بينظف الارض مش لازم تكون في حاجات كبيرة. فاللي بيبوظ الشجرة الضخمة الكبيرة دودة او حشرة أو الطينة نفسها، لأن مش متهوية فممكن تكون الأرض فيها عفونة، أو في حجارة صغيرة. الحجارة الصغيرة دي لما بيقول نقى الحجارة، الحجارة معناها إن حجارة صغيرة. الصغيرة دي اللي احنا بنقول عنها في زكريا 4: لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. يعني ممكن تكون حاجة صغيرة بسيطة جدا بس مبوظة الدنيا خالص، زي الكراهية، عدم المحبة، عدم الغفران، عدم التسامح، تمام، في حقد، في مذمة، في مسك سيرة. كل ده خذوا لنا عقار الثعالب الصغيرة الثعالب المفسدة الصغيرة. الكروم، فكلها المفسدة الكروم هي واضحة. يعني باين انها صغيرة لكن بتفسد الكرم الكبير. فربنا النهاردة بيتكلم بطريقة واضحة جدا. اعتقد ان المشاهد اللي بيشاهدنا النهاردة ضروري ربنا بيكلمك في حتت صغيرة. الحتت الصغيرة دي معناها إن ربنا بيتكلم معاك. إيه الحاجة اللي ربنا بيشاورلك عليها النهاردة؟ تمام. جيهان اتصلت بينا، مش ما قالتش منين، لكن بتطلب من القاهرة، بتطلب صلاة لأجل الإنجاب، وأيضا في أرواح شريرة. وأنا بأرجو الناس اللي بتحسن إن في أرواح شريرة تتواصل معانا ونصلي لأجلها، وصوتنا يوصل جوه البيت إن الرب يحرر البيوت. يكون لكم الدم علامة على البيوت. كمان عندنا تليفون. ألو، أختنا ميرفت من القاهرة، أهلا بيك يا أختي ميرفت. أهلا بحضرتك. وطي التلفزيون يا أختي ميرفت، اتفضلي. حاضر، ثواني. أيوة حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنت على الهوا، اتفضلي يا أختي ميرفت، شكرا لاتصالك، يلا. بقول لحضرتك أنا جوزي ومشاكل على طول، وأنا هو في مشاكل وضرب وإهانة، عايزك تصلي لأجله. عايزين نصلي لأجل البيت يا ميرفت. نعم؟ عايزانا نصلي لأجل بيتك. أيوة، عايزة. أنا بشوف تخوفات. أيوة خمسة. أيوة أنا سامعك يا ميرفت. أيوة بقول لك، أنا جايلك أنا سنة، جايلك زوري. أيوة أبونا زكريا، معلش. أيوة، أنت حد معاكي بيتكلم ولا إيه؟ أهلا بيك يا أبونا زكريا، بقول لحضرتك أنا على طول مشاكل أنا وجوزي من غير سبب. طب علي صوتك شوية يا ميرفت لو سمحتي. من غير سبب.
من غير سبب على طول يا ابونا زكريا، وتعبانه نفسيتي تعبانه طيب. انا بص يا ميرفت، احنا هنصلي دلوقتي، هطلب من خادم الرب الاخ ارميا يرفع ايديه ويصلي لاجل بيتكم، والصلاه دي هتوصل لان ربنا مش بتحده مسافات واماكن. لكن انا قبل كده عايز يا اختي ميرفت اتاكد انك انت شخصيا ليك علاقه مع المسيح. أمين. صلي معايا، صلي معايا بس من قلبك. يا رب يسوع، وجايلي بالموت بقالي سنه يا ميرفت وطي التلفزيون. الو الو، وطي التلفزيون يا ميرفت، اسمعيني من التليفون. ايوه والله موطياه. طب صلي معايا، صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك لان عندك قوه للتحرير يا رب. عندك يا رب بسلمك حياتي وحياة جوزي وولادي، بسلمك حياتي وحياة جوزي وولادي. تعالى بسلامك الإلهي جوه البيت يا رب، تعالى بسلامك وأطرد أي أرواح نكد وحزن من البيت، أطرد أي أرواح نكد وحزن من البيت. أمين. أخ أرمية، ممكن تصلي لأجل البيت ده يا رب؟ احنا بنصلي مرة تاني لأجل هذا البيت، إنك تفتقده يا رب، الزوج والزوجة والأولاد، إنك توصله بمراحم خاصة يا رب. دخولك هيطرد كل أرواح نجسة وشريرة، دخولك يا رب يعطي سلام للبيت يا رب. احنا بنصلي ليك ان تفتقد هذا البيت وتفتقد كل البيوت المليانة بأرواح نجسة وأرواح شريرة ومشاكل كتيرة أيها السيد، نثق فيك يا رب. آمين. آمين. يعني بصراحة شوف كم تليفون ورا بعض عن مشاكل بيوت، وده دايما حال البرنامج، يعني دايما دايما في حروب شيطانية على بيوتنا مش بس على الأفراد، وده يورينا انه ده سبب جوهري جدا جدا، انه النقاوة الداخلية، المشاكل الكتيرة، ده اللي هنقولنا ان الرقم 5 انه الثبات والتحديات العالمية، وده الرقم 5 في اسباب العقم وعدم الثمر، ان في تحديات كبيرة. او لما الرب اتكلم عن زي سوري اللي بعت لنا رسالة وقال اثمر ازاي وسط التحديات والشكوك. الشكوك، نعم. فهي دي التحديات العالمية، دي اللي بنشوفها في مثل الزارع في الشوك. نعم. البذرة طلعت وجابت ثمر، لكن اتخنقت بسرعة بسبب ان الشوك خنقها. ايه الشوك؟ قال عنه الرب في المثل: غرور الغنى وهموم العالم يخنقان الكلمة. والمضايقات كمان. فهي النهاردة الهموم بتاعت العالم النهاردة، الناس كلها مهمومة، ناس كتيرة النهاردة مش حاطة ربنا رقم واحد. يعني شفت حضرتك في الاتصالات بتاعت المشاهدين، بجد قلبي تفاعل ان الناس تعبانة، يعني اللي يقولك عنف في البيت، يعني صوتهم واضح. على قدر ما في كلمة الله، على قدر ما في أن ربنا عايز يوصل لناس يا كتير. يا بخت البيوت اللي فيها المسيح. يعني البيت اللي دخله المسيح، مش اللي اسمه مسيحيين في البطاقة، اللي فعلا المسيح سكن، يعني سلام، فرح، أمان، معاملة جيدة بين الزوج والزوجة حسب كلمة الله، الأولاد يطلعوا في مخافة الله. لما دخل المسيح الهيكل زي ما كنا بنعيد في الأيام اللي فاتت، نعم. لما دخل يسوع البيت الهيكل، نظف الهيكل من كل اللصوص اللي فيه، وبعدها شفى العرج والعمى. وده اللي بنشوفه النهاردة، المسيح لما يدخل أي بيت ينظف من كل أرواح شريرة، بعدها يشفي العلاقات، الراجل يعرف يحب مراته، الست تعرف تحب، الأولاد يعرفوا يستمتعوا بمشاعر الأب والأم. النهاردة الدنيا خربانة بسبب انه مفيش مسيح دخل البيت. يا رب تكون الحلقة دي، نفسنا الحلقة دي الناس تفتح عينيها على المسيح ويبدأ الثمر في البيوت مش بس في الأفراد. يعني تبدأ من الزوجة دي تجيب جوزها، وكثيرون من الرجال يربحون بسيرة النساء. نعم. يعني لو الست جات للمسيح تعرف تأثر في جوزها، الرجل والست يعرفوا يأثروا في الأولاد. دايما الست تأثر في زوجها أكتر من هو يأثر فيها. طبعا أحبائي المشاهدين، هنطلع فاصل دقيقتين. أنا بنصحك ما تحركش بالريموت يمين ولا شمال، في كلام مهم جدا، في لسه رسائل، أكتر من 8 رسائل وصلتني على الفيسبوك هقراها، بس بعد الفاصل ابقى معنا.
الكارما تي في ايفون اب متاح الان على اب ستور. شايل هم الحياه، مضغوط لاقصى حد، ما كنتش فاكر الحياه كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض اسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكره، لان ممكن حياتنا تنتهي النهارده. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مشاهدين في برنامجكم نرى نورا، والحلقة اللي بعنوان عقيم أم مثمر، والنقاش شديد والاتصالات كتيرة والرسائل كتيرة جدا على الفيسبوك. لكن عايزين كمان نستمع بالضيف الغالي أخونا أرميا وديع جندي الخادم الجميل، فبنحاول نوازن بين ده وده. بس معنا تليفونين مركونين من وقت أختنا جيهان من سوهاج. أهلا بك يا جيهان. ألو ألو، أهلا بك. أيوة. يا جيهان، ازيك يا ابونا زكريا، اخبارك؟ الله يخليك يا اختي، اهلا بيك. يا رب خليكي. انا اللي كنت اتكلم في الكنترول روم، في محاربات شديده عليا من ابليس. تمام. انت قلتي ان في ارواح شريره بتحس انها بتحاربك، صح؟ يعني من ناحية موضوع الأطفال وكده، يعني تقريبا كده كل سهام وكل محاربات عنده بيجيبها ناحيتي. يعني أنت لسه ما عندكش أطفال يا جيهان، صح؟ أنا عملت عمليات حج المجهر والحاجات دي، والتجأت الملجأ وقصص كثيرة حصلت معايا وكده. فهو بكل سهامه بيحاربني محاربات غير عادية. ماشي، خليكي معايا جيهان وخادم الرب الأخ أرميا أتكلم معاك. تفضل أخت جيهان، احنا سامعينك وسامعين مشكلتك، وبعدين حاسين بيكي قوي. والمشكلة اللي عندك دي مش مشكلتك انت بس، لكن مشكلة عائلات كتيرة جدا. نفسي اقولك على حاجة مهمة بالنسبة للشيطان. الشيطان لما بيشوف انك انت خايفة ومهزوزة قوي، ده اللي بيتعبك قوي. احنا عايزينك تروحي اكتر حاجة تتعب الشيطان وتكون نصرة ضده، هذا الجنس لا يخرج من بيوتنا وحياتنا الا بالصلاة والصوم. انا عايزك تروحي تصلي وتصومي، ما تحطيش عينيك على دكتور، مع الاحترام كلام الناس وعلى كلام الناس، هيقولولك خلي بالك من المية اللي بتتكب كل شوية قدام البيت والاسحار والاعمال والكلام الفارغ. واوعي تروحي عند ناس عشان يقرولك ويعملولك. معانا يا جيهان لسه؟ ايوه تمام. لو سمحتي، لو سمحتي سيبك من الكلام ده، لانه الكلام ده كلام فارغ كله. لكن احنا ثقتنا في الرب،
لما بيدخل المسيح قلبك ويملى كيانك وبيتك، الرب بيعالج كل الأمور. وبعدين وهذه كلها تزاد لكم. عارفة لو طلبت الرب لقلبك ولبيتك وجوزك، ربنا هيبارك كتير، لأنه أما أنا فحاشا لينا أكرم لذين يكرمون. هصلي لك مرة كمان أنتي صلاة شخصية، وعايزك صلي ورايا الكلام البسيط ده لو سمحتي. قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع، يا رب يسوع، افتقد حياتي، افتقد حياتي، افتقد حياتي، افتقد بيتي، افتقد بيتي، تعالى بيتنا يا رب، تعالى بيتنا، تعالى بيتنا يا رب، حررنا من كل أرواح نجسة يا رب، حررنا من كل أرواح نجسة يا رب، ادينا ثقة فيك يا رب يسوع، ليا ثقة فيك كبيرة يا رب، انك هتغيرني، انك هتغيرني، وهتملى احتياجي، وهتملى احتياجي، وهتديني نصرة على كل حرب إبليس، وتديني نصرة على كل حرب إبليس في اسم يسوع، في اسم الرب، في اسم يسوع. آمين آمين. وهنصلي لأجلك كمان في آخر الحلقة كمان بنت الرب من الأقصر، وبعدين هنتكلم. أهلا بك يا بنت الرب. ألو ألو، مساء النور، أهلا بحضرتك، تفضلي. الو، ابعدي ابعدي عن السماعه شويه عن في البيت، اتفضلي يا بنت الرب. طالبه صلاه من اجل الرب يتمم كل وعوده في حياتي انا وعيلتي يا رب، وكمان الرب يفكني من كل قيود السحر انا واسرتي، وبيتنا يتحرر من الارواح الشريره اللي فيه. طب وانت ليه متأكدة ان في ارواح شريرة وقيود في البيت يا بنت الرب؟ هو في حد يعني بيستخدم اعمال السحر دي من داخل البيت. تمام. طب هنصلي معاك يا بنت الرب، صلي معايا كده. بصي انا مش عارف كلمتك انت قبل كده ولا حد غيرك من الاقصر، وقلت ان لو انت كنت ملك للمسيح بالكامل مش هيقدر اكبر شيطان عليك، لانهم هم غلبوه بدم الحمل. فانا عايزك انت تتحصني بالمسيح، ما يقدرش يقرب ليكي، فاهمه ازاي؟ امين. طب صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك، انا بشكرك، لاني بصليبك انتصرت على الشيطان، لاني بصليبك انتصرت على الشيطان، والعدو قد تم خرابه الى الابد، والعدو قد تم خرابه الى الابد. حررني يا رب، حررني يا رب، اغسلني بدماك التي سفكت على الصليب، اغسلني بدماك التي سفكت على الصليب، وحصني ضد كل اعمال ابليس يا رب، وحصني كل ضد اعمال ابليس، اخضع ليك، اخضع ليك، واقاوم ابليس فيهرب مني، واقاوم ابليس فيهرب مني، انا وبيتي بين ايديك من الان، أنا وبيتي بين إيديك من الآن. أمين. وصاية النعمة اللي بنقولها يا بنت الرب الخمسة، قراية الكتاب، حضور الصلاة، حضور الكنيسة، قطع الأمور اللي بتربطني بالخطايا الماضي، والشهادة للمسيح، هتملى البيت فرح، الشيطان وأعماله وأسحاره يتخنقوا وما يقدروش يقعدوا في بيت فيه ترانيم وصلاة. ربي يباركك، اتفضل يا أخويا. الكلام اللي بيدور كتير والاتصالات الكتيرة بتقول لنا انه النقطة رقم خمسة دي مهمة جدا. تمام. انه الثبات والتحديات العالمية، تعد لنا بسرعة الحاجات الخمسة الاول. في اسباب للعقم وعدم الثمر. رقم واحد، التربة جيدة ام حجرية. تمام. اتنين، المناخ في العلاقات الشخصية. تمام. رقم ثلاثة، المية والأفراح الروحية. أيوة. أربعة، القداسة والنقاوة الداخلية. هي قلت الأحجار الصغيرة دي، أحجار الصغيرة. أيوة. أما الخمسة اللي عايزين نركز عليها دلوقتي شوية، الثبات والتحديات العالمية، الأشواك اللي قلت عليها قبل الأشواك الفاصل. ففي شوك بيدمر الدنيا النهاردة. النهاردة لما الناس بتتكلم معانا وتتصل، الاتصالات كلها بتحكي عن إن في شوك، قال عنه الرب غرور الغنى وهموم العالم يخنقان الكلمة. الناس النهاردة عندها كم من الهموم رهيب جدا جدا. كم الهموم؟ لأنه مفيش رب بصراحة. مفيش؟ مفيش رب. المسيح ملوش قيمة في البيت. يعني مش سيد على الحياة. مش سيد على الحياة. في أمور تاني احنا مشغولين بيها. الناس النهاردة ما بتسمعش كلام الرب، لكن بتسمع للناس. بدل ما يروحوا يسمعوا كلام الرب،
يقول له تكلم لأن عبدك سامع، لأ بيروح يسمعوا كلام الناس. كلام الناس النهارده بيقول عنه داود لماذا تسمع كلام الناس؟ واحدة من ضمن الناس النهارده تقولك أصل في سحر، أصل قالوا لي، أصل عملوا لي، أصل. بس هو فعلا في سحر؟ طبعا في سحر وفي أعمال وفي أسحار وفي ناس شريرة شغالة في القصة صح. دي، بس لأن المسيح لسه ما دخلش البيت بطريقة واقعية. نعم. فهموم العالم يخنقان الكلمة. النهاردة الناس مهمومة بطريقة كبيرة جدا، زائد أنه الناس بدل ما تروح تلقي همها على الرب ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بيكم، رايحين كل واحدة بتسحب تليفونها وتتصل بصاحبتها أعمل إيه، والناس بتشكي لبعض بس الناس ما بتعملش حاجة. فالشوك النهاردة كتير جدا جدا، هموم العالم، مشاكل الاقتصادية السياسية العالمية المادية مخلية الناس النهاردة مخنوقة جدا جدا جدا، واحتياجاتها كتير قوي. غرور الغنى، الناس النهاردة بتحب المال أكتر من الرب. تمام. وباعوا المسيح بسبب ان هما مشغولين. طب هندخل في أنواع الثمر، بس معلش هاخد بعض الرسائل على الفيسبوك، يعني من هال الفيسبوك. يوسف صلاح بيقول بطلب أن يكون ربنا معايا في الامتحانات ويكون بيتنا للرب، صلوا من أجلنا، شكرا يا أبونا. ده يوسف صلاح. حسام ذكري رجع تاني وكتب لنا ليه الإنسان المسلم دايما يقع في ضيقات والله لا يستجيب لطلباته بسرعة. طبعا عمره ما الله يعني هو عايز ربنا يستجيب بس بسرعة. ياريت نجاوب على السؤال ده بعدين. يعني كمان أم رامي مساء الخير أخ أرمية دكتور زكريا، البرنامج جميل سخن جدا، ربنا يجعلنا مثمرين والثمر يأتي عندما نتوب توبة حقيقية وتكون في علاقة حميمة بيني وبين الله. أحب أقول لحضرتك الزوجة هي أم في البيت لأن مسؤول منها. يعني أم زوجها. منها لازم تركع وتصلي دايما من أجل بيتها ولأجل جوزها. صلاتها تحمي بيتها من كل شر. تمام يا مرامي شكرا ليكي. معين رجع تاني ويليام وقال ممكن تطلب الصلاة من أجل أسرتي لينير المسيح حياتنا، اللي هو كان بعت كيف أثمر وصل الأشواك، بيقول إنه عايز صلاة لأجل بيته. ناهد سمير بتقول مساء الخير أخونا أرمية أخ زكريا، بشكر رب لتخطيطه الرائع لحياتنا، وفعلا بشكر رب من أجل زوجي ميلاد. الرب لما يكون في البيت هو يكون قائد البيت، يكون البيت سعيد جدا. أنا سعيدة جدا في حياتي لوجود المسيح في بيتنا، بتعلق على قلنا يا بخت البيت اللي فيه المسيح. ناهد سمير بتشكر رب لأجل جوزها ميلاد وبتقول اختبرت حلاوة البيت لأن فيه المسيح. هعدي وهتعدي مريم طلعت لاسم كده أرجو الصلاة من أجلي أنا وشريك حياتي، ربنا يتمم وعوده لنا وعطينا طفل، أنا واثقة في وعود الرب. نجلاء شمعون سلام أخ أرمية أخ زكريا، أنا بشاهد البرنامج مباشر الآن أرجوك من غير أسماء صلي لأجلنا. طب معلش يا نجلاء أنا قلت الاسم، يعني ما فيش حاجة تستدعي أنه ما نقولش اسمك أنك عايزين صلاة. رجع التاني اللي بعتت من الأردن، بشكركم من أجل خدمتكم وأنتوا اليوم عم تحكوا عن اختباري كيف أن الرب أعطاني طفلين بعد ما خليت وسيلة الإنجاب، يعني حاولت كذا مرة وفشلت، اللي هي الأخت اللي من الأردن وجوزها مسجون في لبنان. وأسف أني أطلت، لكن نوع من التقدير للمشاهدين اللي سواء بالتليفونات أو الفيسبوك. اتفضل كم. في يوحنا 15 الجزء اللي انت قريته نعم بيتكلم عن الثبات والثمر. نعم. فالثبات والثمر، الثمر ده عمل الله، بيقول الذي يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر، ده عمل الله هو اللي بينقي فيه. أما عن الثبات ده مسؤوليتي أنا، الذي يثبت فيه وأنا فيه. فبيتكلم في يوحنا 15 عن في ثمر وفي ثمر كثير، لكن في ثمر أكثر. ثلاث مراحل. ثلاث مراحل. نعم. ففي ثمر وفي ثمر كثير وفي ثمر أكثر. يا رب اللي عارف ثمر أكثر. اللي ده طعم الثمر بيدور على الكثير، واللي لقي الكثير يبقى نفسه في الأكثر، اللي هو غير محدود. الغير محدود. نعم. فإحنا نفسنا إن المشاهدين يا الرب يحرك مشاعر الناس كلها النهاردة اللي بتشاهدنا، أفراد أو عائلات أو كنايس، نفسنا شفنا ثمر بس عايزين الكتير. طب ممكن تديني الكتير يعني هياخدنا للأكثر. تمام. يعني إيه أنواع الثمر؟ إيه أشكال الثمر؟ علشان كمان إحنا الحلقة بتقرب تخلص. يعني قلنا بعض أفكار، عشان كلمة ثمر كلمة عامة، إيه تقصد؟ يعني إيه الكتاب بيقصد بيها؟ عندنا تقريبا حوالي 7 أنواع من الثمر. تمام. فلو اتكلمنا عن الثمر في 7،
نتكلم عنهم. يعني تقول لنا عناوينهم علشان بس الوقت ونقف عند واحدة أو اتنين. هقول العناوين بسرعة تمام. وهنحاول نركز على كام واحدة تمام. عشان نشجع الناس. رقم واحد في ربح النفوس، ازاي ان اللي جه للمسيح ازاي يجيب واحد تاني، زي حبة الحنطة اللي وقعت في الأرض وتجيب صورة المسيح وصورة لكل مؤمن كمان. ففي ربح نفوس. الحاجة التانية في قداسة عملية بنعيش فيها، وده ثمر. الأولانية هنشوفه في رومية 1، التانية هنشوفه في رومية 6، لكن في رومية 15 ازاي ان احنا يكون عندنا احشاء من جهة القديسين والناس المؤمنين والناس الغلابة اللي حوالينا. عندنا ناس كتيرة في مسطحات في بلاد فقيرة جدا، واحنا الايام الثورات اللي شفناها الايام اللي فاتت بيوت كتيرة اتحرمت من ظروف كتيرة صعبة جات عليها، فازاي ان احنا النهاردة نكون عندنا الفلوس بتاعتنا بنوجهها بطريقة كويسة عشان نشارك في احتياجات القديسين. ده النوع الثالث. ده النوع الثالث. النوع الرابع في حاجة اسمها ثمر الروح، التسعة اللي موجودين في غلاطية 5. في بعد كده النوع الكام؟ الرابع تمام. ثمر الروح. النوع الخامس اسمه ثمر البر، ده السلوك العملي، السلوكيات اليومية، وده بنشوفه في فيليب 1، مملوئين من ثمر البر كويس. لكن رقم 6 بنشوف كمان حاجة مهمة جدا اسمها مثمرين في كولوسي 1، مثمرين في كل عمل صالح، في أعمال صالحة. لكن النوع السابع من الثمار الحمد والتسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه في عبرانيين 13-15. دول السبع أنواع الثمر. هنقف عند كم حاجة بس، ناخد الأول تليفون من بنت الرب من المنيا. أهلا بيك يا بنت الرب. يكون عندنا الفلوس بتاعتنا بنوزعها. شوف ازاي لو وطت التلفزيون هتبقى روعة. بنت الرب كلمينا من التليفون. ماشي. ألو. أهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور زكريا، ربنا يباركك، اتفضلي تعالي هوا. انا عندي مشكله في البيت ان جوزي ما يعرفش المسيح خالص، وفي مشاكل جامده جدا بينه وبين حماتي، وحماتي اصلا واحده شريره لها في الاعمال. كل اللي انا كنت بعرفه ان انا كنت بصلي دايما يا رب يعني اتغير الست دي، تحاول ان احنا ننقل من البيت باي طريقه. الله استجاب واحنا طلعنا من البيت. بصلي دايما. طلعت ولا لسه؟ من ناحيه حماتي، فمش عارفه انا كنت ان انا غفرت لها ولا لا. صليت كتير من مع خدام. ثواني يا بنت الرب، بتقولي مش عارفه غفرتي لها ولا لا؟ مش عارفه اعرف ازاي ان انا غفرت لها ولا لا. صدقيني ما تزعليش مني، شكلك بتحبي حماتك مش قوي، بالعكس. يعني طلبت من خدام كتير يدخلوا البيت عشان يصلوا من اجل الست ديت ومن اجل بس. معلش يا 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 بنت الرب ما تزعليش مني، انا يعني يمكن في سن ابوكي او كده، واضح من صوتك. يعني انت بتتكلمي عنها ست شريره والست دي كذا مره، واضح انك انت اساسا مش يعني جواكي هي مش حباها كده انت. يعني مش حكيت انا مش حباها، انا نفسي مش عارفه، انا كتير بصر ليه. صدقيني مش حباها، صدقيني بس تبعيني. انت محتاجه طبعا هنصلي لاجلها، ممكن تكون فعلا شريره وعامله لكم مشاكل، انا مش بعترض، بس الواضح ان انت كمان رد فعلك مساوي، يعني فاهمه؟ يعني بنقول دايما لا اعالج الخطا بالخطا. وغير كده جوزي كمان ما يعرفش الرب تماما. وانت تعرفيه؟ انا نفسي ما بقتش عارفه انا فين بالظبط، انا حاسه ان انا مهمشه، ما بقتش عارفه انا بعرف الرب ولا ما بعرفوش. بصراحة أنا اسمحي لي يعني أسقف لك مش مجاملات، لكن لأني المنيوية دايما حافظين في الإنجيل، وأكيد أنت حافظة، واضح من كلامك أنك حافظة آيات، بس محترمة جدا لأنك مخلصة واضحة. يعني مخلصة، كل شوية تقول لك أنا مش قادرة أعرف غفرت لها، هي قالت قبل ما أتكلم. خليكي معانا يا بنت الرب. فأنا عايزك تصلي معاها ثم نصلي لأجلها. بصي يا بنت الرب، ألو أنت معايا؟ معاك. صدقيني وافتكري كلامي، صدقيني لو أنت يعني قدرتي بالروح القدس تحبي حماتك، أنا عارف أنه ده صعب جدا عامة وخاصة في موقفك، ولكن البيت هيتغير وهتشوفي حاجات رهيبة، ومجد الرب هيغطيك أنت وجوزك والبيت. وبعد كده نقلته ما نقلتوش
انا عايز اصلي. وبنتي معايا بنتي نفسي كمان يعني في وسط الضغوط دي تبقى بتعرف الرب. انا نفسي اصلي بجد معاكم ان انا فعلا اكون بختبر الرب في حياتي. يا سلام يا احلى تليفون يمكن نختم بيه النهارده وكفايانا كده. تصلي معاها يا رب. أمين. ممكن تصلي معايا لو سمحتي؟ يعني انا هصلي وانت صلي ورايا. مخلصة مخلصة للاخر. قولي له يا رب يسوع. يا رب يسوع. يا رب يسوع. انا بشكرك. انا بشكرك. لانك كشفت حياتي. انا كشفت حياتي. انا تايهة. انا تايهة. انا تعبانة جدا. انا تعبانة جدا. انا عايزك ترحمني النهاردة. انا عايزك ترحمني النهاردة. ترحم بيتي. يا رب. وتخلصت يا رب. وتغطي بيتي بالدم. في اسم الرب يسوع. وتغطي بيتي بالدم يا رب. تدخل حياتنا. يا رب يا رب. تدخل حياتنا يا رب. تدينا نور جديد وأفراح جديدة. الرب يسوع. تدينا نور جديدة وأفراح جديدة يا رب. وحب لكل الناس حتى اللي كانوا بيسيئوا. يا رب. وحب لكل الناس حالا يا رب. أغمرني بغفرانك. عشان اغفر لكل الناس. عشان اغفر لكل الناس. في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع. يا رب. آمين. بضع بنتي يا رب واختنا بين ايديك هي وبيتها. قالت انها بجد عايزة تعرفك. لا تسمح يا رب بان في اشواك او حجارة تمنع ان هذه الاخت تكون ثمرة لحلقة برنامج نرى نورا لما نور الانجيل ينور البيت. كمان يا رب هي مخلصة وعايزة بنتها تبقى ملكك. بارك البيت يا رب. وبارك الزوج يا رب. وغير الحمى وخلي اختي الشابة بنت الرب اللي صلت معانا نور في قريتها او بلدها في المنيا. وسمعنا اخبار عظيمة لاني اشعر ان روحك القدوس زار هذا البيت وشعلة من النور وصلت الى هذا المكان وبنورك نرى نورا. بنت الرب بيكلمينا في الحلقات اللي جاية وفرحينا باخبارك. الو. ايوه. بيكلمينا في الحلقات اللي جاية وفرحينا باخبارك الحلوه. امين. شكرا. وشكرا ليكي. شكرا ليكي. بص يعني انا الشابه دي فرحت بيها جدا لانها مش مصم يعني تقول لك انا مش عارف يعني هي مش عارفه غفرت لها ولا. وبعدين شوف دموعها يعني لو الحلقه كلها ده لما بدينا هذا البرنامج كان ابونا مكاري يونان والاسيس سامح موريس وبنجهز للبرنامج ده كان هدف هذا البرنامج هو نور المسيح واختارنا الاسم ده نرى نورا. نور المسيح يوصل البيوت. واظن اني كل الصلوات والصلوه دي بالذات كل اللي اتقال في الحلقه مهم بس كمان ده حدث في اسم الرب يسوع. ولو حبت حماتها وجوزها واهتمت ان تظهر الغفران بنتها تتغير والبيت يبقى بركه. امين. احنا عندنا قصص كتير من ذات الصنف انه ربنا لما بيغير بيعمل حاجات كتير. انا بعرف في نهضه من النهضات رحنا في بلد وكان في مشكله كبيره جدا وبعدين احنا ما نعرفش المشكله لكن انا بعلق على القصه. نعم. دي وبعدين نشوف. نعم. واحدة في النهضة ادتني ورقة وقالت لو سمحت انا عايزك تزور الاسم ده والاسم ده اخويا. فقلت لها حاضر. تاني يوم رحت ازور واحد مريض فلقيت فيه واحد زير المريض. تمام. فاحنا وقاعدين بنتعرف بيه فوجئت ان اللي قاعد قدامي هو الاسم اللي في الورقة اللي في جيبي. صحيح. فاخدنا القعدة كده بكلام لطيف مع حوار مع آية وشجعنا الاخ اللي كان مريض وصليت معاه. ما اتكلمتش خالص خالص مع الشخص ده الزاير اللي اسمه في جيبي وهو ما يعرفش ان اسمه في جيبي. وانا خارج بيقول لي حضرتك بتخدم فين؟ فقلت له على المكان. فوجئت ان الاخ ده جه حضر الاجتماع الساعه 6:30. ببص من الاوضه من فوق في الاستراحه لقيت ان الشخص ده موجود 6:15 يعني قبل الميعاد بربع ساعه. فدخل حضر الاجتماع وفي الاجتماع ده الرب افتقده وروح وهو دموعه مالي عينيه وقال لي لو سمحت صلي لي. انا دموع بنت الرب اثرت فيا. واكيد اثرت في الاب السماوي. وهو مروح بدموعه قال لي صلي لي لان عندي مشكله كبيره هحكي لك عنها بعدين. وهو مروح اتاري ان في مشكله بينه وبين مراته. البيت بتاعه كبير
في الشقة بتاعته قسمها نصين، وبقي هو وابنه في ناحية ومراته شيطان في عايز يقسم البيوت. فقسم البيت نصين وحرفيا حرفيا. فبقي في بابين، باب للزوجة وباب له هو. 15 سنة وهم منفصلين عن بعض، لكن لما دخل الرب في قلب هذا الشخص، روح البيت، روح البيت، خبط على الباب، الست فتحت له، قال لها جاي اقول لك مساء الخير من 15 سنة، وجاي امس عليك اقول لك يسوع اللي غيرني جاي بيمس عليك النهاردة عشان يقول لك ان انا بحبك. يا سلام. فهي الست بصت له بصة كده، فوجئت وفوجئت بيه، وبعدين قالت له طيب شكرا وقفلت الباب. هو دخل الباب ناحية تانية، تاني يوم صبح عليها وهو راجع من شغل، سلم عليها وقال لها انا بطمن عليك وعلى ابنك. وهو نازل راح الكنيسة، راح قال لها أنا رايح الكنيسة دلوقتي الساعة 7 عشان ميعاد الكنيسة جه، فأتمنى أني أشوفك هناك وربنا يباركك، ومشي. كانت المفاجأة في نص الخدمة وهو بيبص على جنب كده، فوجئ أن الست دي مراته موجودة. المفاجأة أن الرب افتقدها، ولما رحنا زورنا البيت شال الحيطة اللي في النص وعمل ترابيزة في النص كده، الحيطة كده والترابيزة كده، رسم شكل الصليب وقال لما دخل المسيح حبيبي شمل البيت، جميلة جدا 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 جدا، وأصبح البيت للمسيح بطريقة جميلة. وعلى الترابيزة دي أكيد حط لكم حمام و... لا ده كانت حاجات، كانت حاجات وحاجات كانت وليمة. أنا عايز أطمن المشاهدين الحلوين اللي معانا اللي ظروفهم صعبة ومتألمين، حتى لو كان الضيق رهيب جدا، لكن الرب عظيم وسوف تري وترى أعظم الأيام اللي جاية بنعمة الرب. يمكن القصة اللي حكيتها لنا والصلاة مع بنت الرب ده، يمكن ده يعني أفضل حاجة. أنت حضرتك قلت 7 أنواع من الثمر، وقلت أول نوع هو ربح النفوس، فدي قصة على أن الرب خلى الأخت، أخت الراجل، تخليك تصلي لأجله وتقابله، فهي ربحت جوزها عن طريقك، وانت كمان ربحت الراجل، وبعدين هو ربح مراته، فحاجة يعني جميلة. ده ثمر، ده بيحط قدامنا في كلام بسيط مركز جدا ازاي نربح النفوس بطريقة عملية. نعم. ربح النفوس لو الوقت ما ساعدناش في كل حاجة هنقول كلام مركز قوي. ربح النفوس في كلامنا المهم النهاردة ازاي نربح نفوس، ويمكن في المشاهدين نفسهم في حاجة زي كده. ربح النفوس يجي من رقم 1، ان فيه محبة، وكان محب للخطاة والعشرين. الرب يسوع كان محب للخطاة والعشرين، ودي حاجة جميلة جدا جدا. الحاجة التانية، رابح النفوس حكيم، يعني نحتاج إلى حب وحكمة. حب وحكمة، احنا تشكيلة الناس صعبة، في واحد بيفهم بسرعة، في واحد بياخد وقت، وفي فبيقول الكتاب سر النجاح رابح النفوس انه رابح النفوس حكيم، حكيم في دخوله للكلام، في بداية الكلام، في الصلاة، انه ما يقولش كلام جارح، ما يتكلمش في قصص عقائدية وكلام. احترم الشخص اللي قدامك وقدم ليه الرسالة بتاعت الرب بدون اي حاجة. الحاجة التالتة بسرعة، في ربح النفوس لازم يكون عندك غيرة. رسول بولس في اعمال 17 احتدت روحه فيه لما شاف الناس بتعبد الاله المجهول. واحنا حوالينا ناس كتيرة جدا النهاردة بتعبد الهة اي حاجة، وناس ضايعة كتير، وناس مش عارفة أبديتها رايحة فين، في المسيحية وغيرها. فحلو النهاردة يكون عندنا الغيرة على النفوس. فرابح النفوس في روميا 1:13، فلي فيكم ثمركم، الثمر ده اسمه ربح النفوس. لكن رابح النفوس المثمر يتميز بثلاث حاجات، يتميز ثلاث حاجات، الحكمة والحب والغيرة على النفوس. تمام. حط ايديك معايا وصلي لأجل الطلبات المهمة دي في اسم الرب يسوع. يلا، طلبات كتيرة جات، ناس محتاجة انجاب، مشاكل بيوت، مرضى، حد بعت لي كمان ما قريتش يعني في مريض بالسرطان عنده، في امراض كثيرة، فارجو انك تصلي لاجل هذا الطلب. امين يا رب. يا رب بنثق فيك انك الشخص العظيم جدا اللي ما خاب منتظروك يا ابدا رب. يا رب، ومكتوب طوبى لجميع منتظريك، حاطين قدامك كل الطلبات وكل الناس يا رب اللي دخلت على التليفونات واللي قالت، وورا الشاشات يا رب كم من الناس عندها طلبات كتيرة وألام كتيرة يا رب، وفي ناس عندها دموع كتيرة لأجل طلباتها الشخصية، ولأجل المشاكل، ولأجل الخطايا، ولأجل الأعمال السحرية والأعمال الشيطانية. يا رب شوك كتير، مالي بيوت كتير يا رب كتير. تعال بنعمتك، تعال
تعال بروحك، تعال بقوة دمك مفتقد النفوس في هذه الحلقة، محرر النفوس، مطلق النفوس لأفراح في عمل روحك، مثمر بعمل عظيم في نفوس وعائلات. يا رب حول من حالة العقم إلى حالة الثمر يا سيد، وحول يا رب من إبراهيم إلى يوسف، واعطي أفراح لكل قلب أن يثق فيك ويقول مع يوسف إن الله جعلني مثمرا في أرض مزلتي. نثق فيك يا رب. آمين. آمين. آمين آمين. في دقيقة ونص أو دقيقتين وجه رسالة مضمون، يعني عندك دقيقتين وجه رسالة للمشاهدين اللي سمعونا عن العقم والثمر، وزي ما ربنا يرشدك رسالة مركزة. قديم نشكر رب لأجل فرصة أكرمنا فيها الرب قوي في الحلقة دي وإحنا بنتكلم عن الثمر والعقم. أعتقد أن كل واحد من اللي سمع الرسالة فهم يعني عقيم وفهم يعني مثمر، والاثنين واضحين جدا جدا. أتمنى لك وأتمنى لك من كل قلبي، أنا واحد عادي جدا جدا في يوم من الأيام لما ربنا دعاني لخدمته ما كنتش أحلم أبدا أن في يوم من الأيام ربنا يستخدمني هذا الاستخدام. بعايزك تتشجع النهاردة وتقول للرب طلعني من دوائر الضيق النفسي اللي أنا فيه والحصار النفسي والضعف اللي أنا فيه والخطايا المستترة، طلعني من الحجارة الصغيرة اللي تحت كده مستخبية، طلعني من الغيرة والحقد والكراهية، واعمل طفرة في حياتي بقوة الأيام اللي جاية. خدني لصليبك وخليني زي صمويل، وكبر الصبي صمويل عند الرب، خليني أكبر عندك ونعمتك تكبرني كلمتك تكبرني. يا رب النهاردة أنا بثق فيك إنك تصنع مني الأيام اللي جاية من شخص عقيم جدا إلى شخص مثمر إلى ثمر كثير إلى ثمر أكثر في المسيح يسوع، إذا كنت تثق فيه تماما في قوة عمله في قوة صليبه في قوة دمه. فرحان بك قوي إنك سمعتني وإنك واثق في الرب. إذا انتهت الحلقة بعد ما تقفل التلفزيون اقفل بابك وصلي للرب وقول له الحلقة دي تصنع مني راجل تاني باسمك من هذا اليوم. أمين. كمان معنا نص دقيقة كمان وجه رسالة للبيوت. عندنا أغلب الاتصالات كانت عن البيوت والناس اللي عندهم مشكلة لسه عدم الإنجاب، يعني رسالة أخيرة. نفسي أقول لك وأقول لك في كلام بسيط جدا جدا، ما تخافيش ما تخافيش. أكتر حاجة تعب الناس الانتظار، والكتاب بيقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. ما تخافيش من الوقت، وما تخافيش من كلام الناس، وما تخافيش من الظروف اللي حواليك، وما تخافيش من قلة الفلوس اللي معانا، لأن في حاجات كتيرة ممكن نعملها بس الفلوس مش مفيش سيولة معانا. ثق إن الرب يملأ كل احتياج في قلبك وقلبك، وللرب توقيت معين عنده، والرب هيورينا استجابات، والحلقات اللي جاية بنعمة الرب هنسمع استجابات حلوة. طب والبيوت اللي فيها مشاكل؟ البيوت اللي فيها مشاكل عايزين نصلي النهاردة وناخد أيام صوم وصلاة انقطاعي جوه البيوت، جوه البيوت جواها، وشارك الناس المؤمنين اللي حواليك واللي حواليك ان يجوا يصلوا معاك. وصلاة الإيمان أبدا ما هتروح أبدا بعيد، وربنا هيفتقد وهتشوف في بركات غير عادية. الكبير والصغير، أنا أوحش واحد في بيت أبويا، لكن الرب طلع من بيت أبويا أنا اللي أوحش واحد خادم للرب. فتشجعي وتشجع النهاردة إن اللي قدامك ده مش حاجة كبيرة قوي، لكن حاجة بسيطة بس اتحطت بين إيدين الرب. أبويا وأمي صلولي بالدموع، وأنا النهاردة قاعد مبتسم قدام الشاشات لأن ابن دموع أبويا وأمي. شكرا جزيلا. وطبعا أبو الأخ أرمية كان خادم عظيم ربح ألاف النفوس للرب، وديع جندي الجيل الماضي يعرفه. أحبائي المشاهدين، يعني أتمنى ليك ثمر روحي. كل الناس اللي صلت معانا ما تنساش وصية النعمة الخمسة، اقرأ الكتاب، صلي باستمرار، ارتبط بالكنيسة، اقطع المعطلات والأشواك مهما كانت غالية عليك، اقطع الماضي، اقطع الأصدقاء الغلط، ثم اشهد للمسيح. بصراحة الكلام معاكم حلو وحاسين بحضور الرب، لكن لازم نغادركم إلى حين، إلى حلقة قادمة من برنامجك نرى نورا